السلام عليكم. بادي الامر سنحيو المنبر 24 اللي ديما تيواكب المشاكل بالحدافر ديالها ديال قبيله قيش ودايه، ولاد الجرار ولاد متاع الغربيه. للاسف حنا دابا في الوقفه الثامنه وغياب حوار ديال المسؤولين. كما تعرف جميع ان هاد القضيه ديال ملف قيش ودايه ولا موضوع الساعه، هو موضوع تعتبروه المسؤولين شائك، ولكن هو ماشي شائك. هو هاد الناس ديال قبيله قيش ودايه ذوي الحقوق اللي عندهم رسم عقاري، تنكررها ولا حفظنا هذا الرسم العقاري في الاذهان ديالنا وفي دقات القلب ديالنا، وكل دقه تتنبض بها هي رسم عقاري 22747 في اسم جماعه قيش ودايه الملكه المنفرده لهذا العقار. هنا اللي خرج هاد الساكنه ديال قبيله قيش ودايه ولاد الجرار ولاد متاع الغربيه الا المطالبه بالحقوق ديالهم. وتنكررها ونعاود نكررها ان الوقفه ثامنه وهي وقفه احتجاجيه سلميه، واللي تخرج هاد الناس هم مأطرين مع عند الله، واللي تخرجهم هنايا هي التوديد ديالهم وهي الغيره ديالهم على قبل هاد الارض هذه اللي هي موروث من عند الاجداد ديالنا اللي هما قيش ودايه. والتاريخ العريق ديال المملكه المغربيه الشريفه تشهد بالجهود ديال قيش ودايه خدام العرش وخدام اعتاب الشريفه، وحنا بدورنا كاحفاد ديال قيش ودايه تزيدنا الا اصرار وتشبت بالمطالب ديالنا. دابا حنا كما تعرف الجميع وقفه احتجاجيه سلميه للمره الثامنه تنطلبوا خروج اللوائح ديال قيش ودايه. وانا تنقول للمسؤولين كفى من التماطر، باش هاد الناس هادو راه ماشي تيسعاو، هاد الناس راه ذوي الحقوق، راه عندهم ارضهم وعندهم حقهم في هاد الارض السعيده اللي هي تمالا وقبيله قيش ودايه. كما تعرف الجميع ان هاد الارض هادي داروا عليها مشاريع، وديما قبيله قيش ودايه تتمد يد المساعده وحنا مع التنميه. كما تعرف الجميع جاو عندنا المسؤولين قال قدموا لنا المحلات ديالنا، قدموا لنا الديور ديالنا، وحنايا قال لك مشروع ملكي، وحنا رحبنا بالمشروع الملكي، قلنا مرحبا. ولكن هاد الناس هادو ديال قيش ودايه ما يضيعوش في حقهم، ان هاد الناس هادو ديما هما مادي اليد المساعده، هما مع التنميه، وحنا مع لو ديفلوبمون ديال لافيل ديالنا. ولكن هاد الناس هادو راه تيعانيو بعد ما كانت عندهم اراضي اللي هي شاسعه وفيها الزراعه والفلاحه ديالهم، فيها المواشي ديالهم. هاد الناس هادو كاين دابا الناس اللي هي كاريه، وتنكررها 2000 درهم 3000 درهم، وكاين اللي ساكن في كراج، وكاين اللي تيبيع المأوى ديالو في الشارع، وكاين الناس اللي مريضه وكبار في السن، يعني الناس تعاني من امراض مزمنه، امراض قاهره. وكما تيقول دستور المملكه الشريفه لاعطاء كل ذي حق حقه، وهاد الناس هادو باغيين غير العيش الكريم، بالرغم انهم ديما تيدوا المساعده، باغيين غير الظروف ديال الحياه اللي غتكون تليق بقبيله قيش ودايه. هاد الناس هادو صبروا ومازال تيصبروا، وحنا مادين يدينا وطاوله الحوار المسؤولين باش تكون حلول اللي هي جذريه، وكل فرد من قبيله قيش ودايه ياخذ التعويضات ديالو
على المنازل اللي هدموا لينا والتعويضات على الاراضي ديالهم اللي مشات لهم. حنايا هذا الرسم العقاري اللي تيشمل مدينه تمارا من هرهوره الى دهر الزعتر يعني. ومازال كاين هنايا بقع مجلس الجماعه ديال تمارا على ما يقرب 600 بقعه. والسؤال المطروح بالنسبه لهذه البقع لمن غتعطى ولا ما كانت غتعطى ديال الناس ديال الجيش الودايع لمن غتعطى؟ يعني دارت مشاريع ودارت منفعه العامه على اراضي الجيش ولكن دابا جاء الحسم للمنفعه الخاصه ديال قبيله الجيش الودايع. وهاد الناس هادو ديال قبيله الجيش الودايع راهم مسالمين وتنعاود نكررها راهم مسالمين. وهاد الناس جاوا اليوم راه ماشي حبا باش ان انسان راه غادي يوقف. راه كاين الناس هنا عيالات كبار، كاين الناس مسنين، كاين اللي هزه مع الدول ديالها، كاين اللي مريضه، وكل واحد يعلم به مولاه. راه خارجين هاد الناس هادو الا اللي مخرجهم هي المطالبه بالحقوق ديالهم اللي تضمنها هي الدستور الملكه الشريفه. وحنا ما دمنا في دوله الحق والقانون بالرئاسه الفعليه لصاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصره الله، باش هاد الناس هادو المسؤولين باش يشوفوا هاد المشكل ديال قبيله الجيش الودايع. هو راه ماشي مشكل، هاد الناس تطالب بالحقوق ديالها اللي هي مشروعه. يعني خديتي الارض يعني راه غادي تعوض مال الارض، دنتي لهم المنازل ديالهم الاغراس ديالهم يعني راه غتعوضوا في الاغراس ديالهم المنازل ديالهم. يعني كمال الفخدات السابقه ديال ولاد نتاع الشرقيه ولاد الليم وزراره والدرابكه يعني تعودوا، ورغم ذلك انهم تعودوا والحمد لله. ولكن حنا دابا في هذا 2024 ومازال الودايات يعني في صمت. يعني هذا السؤال هذا كررناه ومازال تنكرروا ولا شي عندنا مألوف. المطالب الاخيره ديالنا هي خروج لوائح الوجوب، يعني اللي قيشي تيتبت انه قيشي واللي ماشي قيشي تياخذ الطعن ديالو وتيلتجه للقضاء. كاين واحد الناس تيدعوا انهم قيشيون ولكن ماشي قيشيون. ولكن حنايا يعني الودايا كما تيقولوا والدينا جدودنا الودايره في القروش ديال مديريه الشؤون القرويه. يعني الودي راه ودي غالو نود فاميلا تيبين انه راودي بالنسبه لولاد الجرار وبالنسبه لولاد نتاع الغربيه. واللي تذكير فقط ان السيد الوالي قال لك اللي عنده شي حق غادي ياخذه، والسيد وزير الداخليه فتيت طرحت عليه النائبه منيب قالت لي مآل قبيله الجيش الودايا، وقال لها بالحرف نحن نوصي على قبيله الجيش الودايا وكل فرد من قبيله الجيش الودايا غياخذ الحق ديالو والمستحقات ديالو اللي تضمنوا ليه الدستور والقانون. واخر طلب تنترجاو السدة العالية بالله الملك محمد السادس باش يشوف القضية ديال الجيش الودايا. وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.